المرسى الوطني الخرق للعالم انعقد وفي جدول الأعمال بتاعه نقطة وحيدة هي الوضعية المادية للمهندس. نظرا للوضعية المادية اللي أصبحت يعني مهترئة إلى حد بعيد في القطاعين العمومي والخاص، طلبنا من الحكومة أنها تفتح المفاوضات مع ممثلي المهندسين عمادة ونقابة لمعناها حل هذا الملف. للأسف يعني طلبنا هذه مع قوبلة بالتجاهل والصمت، وهذاك علاش يعني رجعنا للهياكل بتاعنا الرسمية في العمادة من أجل أن أنها هي معناها كسيدة قرارها تضبط خطة تحرك نضالية من أجل تحقيق مطالبنا، باش يضبطوا المجلس الوطني. ولكن بالطبيعة هو كل الأشكال متاع النضال السلمي على غرار الوقفات الاحتجاجية، الشارات الحمراء، الإضرابات القطاعية، الإضراب العام، كله مفتوح. وما سيقرره المجلس الوطني اللي هو سيد نفسه مجلس العمادة يعني ملزم بالسير فيه.